أما هلأ رح نروح لمساحتنا التالية مع الموسيقى غذاء الروح، واللي ما عم نرتقي وبنسافر بعوالم النفس البشرية. الموسيقى يلي عاد إيقاعها يوم الخميس مع أنغام الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية بالحفل يلي أقيم بدار الأسد للثقافة والفنون أوبرا دمشق ضمن فعاليات مهرجان الثقافة ببيتك. وللحديث بشكل موسع عن الموضوع بيصيرنا يكون معنا بصباحنا غير لليوم المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقى. صباح الخير وصباح العودة لتبثوا روح الحياة أكيد بكل اللي عم يسمعكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. رح نبدا من الحفل يلي كان يوم الخميس وهو بلا جمهور، كان بعد انقطاع تقريبا شهرين بسبب الكورونا. خلينا نحكي كيف كانت العوده. هلا اول شيء كان اللي هي مبادره تحت عنوان الثقافي في بيتك. كان الخميس كان بدايه هي المبادره من وزاره الثقافه اكيد مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، وكان حفل على مسرح الأوبرا. نعم. امبارح كان كورال الحجرة التابع للمعهد العالي للموسيقى كمان موجود بخان أسعد باشا، وبكرة أوركسترا أورفيوس بقيادة المايسترو أندري موجودة بقصر العظم. طبعا نحن كان كنا يوم اللي أقروا موضوع الحظر التجوال وإنه تم إيقاف الحفلات كان بتاريخ 13/3 بظن، كنا عم نحضر لحفل هو تحية كان غرفة جنرال لتحية لعبد الفتاح سكر، وتقريبا صرنا حوالي الشهرين وشوي ما في أي نشاط موسيقي. فهذا الشيء بالنسبة لنا كموسيقيين كان كثير مهم، كثير بالفعل أعطانا هيك طاقة إيجابية جدا جدا مهمة. يعني بتعرف الموسيقي بلا ما إنه يعزف بلا ما يطلع على المسرح بلا ما يساوي بروفات يقابل الجمهور، يعني هذا الشيء بيسبب له هيك يعني ازمه اكيد. فبالنسبه لنا كان اكيد شيء جدا مهم، وبالنسبه للناس اكيد الناس جدا مشتاقه لحتى ترجع تحضر حفلات، ترجع تتواجد بالمسارح. فان شاء الله بالايام القادمه راح يكون الحفلات اكيد مع اكيد. بما انه حكينا عن الحفل الاخير اللي كان الخميس الماضي وكان من غير جمهور، راح نكمل حديثنا معك. راح نروح لنشوف هي الفسحه اللي رجعت. الحقيقه صحيح انتم ما كنتم موجودين خلال الفتره الماضيه، ولكن كنتم ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، كان لنا تجارب يعني انه كنتم معنا بالاستوديو وحكينا عنها. راح نروح نشوف الماده ونرجع نكمل حديثنا. Thank you.
يعني سلمى مثل ما تابعنا كانت مشاهد صراحة مايسترو جميلة بتحفز الواحد انه هيك يحضر واشتقنا لقعدة المسرح ودار الأوبرا. خلينا نحكي عن الرسالة اللي كانت بهذا الحفل. مثل كل حفل بتعملوا رؤية بصرية بتحاولوا توصلوا رسالة مع الموسيقى. خلينا نحكي عن رسالة هذا الحفل. هلا في 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 رسالة خلينا نقول هيدا بشوي الأول بالفونت العريض يمكن انه نحن الثقافة هي اكيد حاجة. وكان في بالفترة الماضية خلال فترة الحظر كان في كثير من الإجراءات والوسائل والأفكار لحتى تكون الثقافة موجودة ببيت كل 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 حدا. صحيح. كل أكيد كل مؤسسة أو كل مديرية من مديريات وزارة الثقافة أكيد بحكم بحسب اختصاصها أكيد بادرت بشيء لحتى إنه تكون الثقافة بالفعل واصلة لبيت كل 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 حدا. كلياتنا شفنا الفرقة السيمفونية الوطنية السورية اللي هي سجلت أكيد قطعة وعمل موسيقي انعرض على وسائل التواصل الاجتماعي كانت بكتات المايسترو ميساكا كودريان. أكيد إنه كل حدا حالي. أكيد كل حدا عزف يعني دوره من بيته وأكيد بالأخير يعني تم تكون عمل واحد بتقدم. كورال حجرة تبع المعهد العالي للموسيقى كمان له كانت تجربة حلوة يا بلدي كمان كل الناس شافتها على وسائل التواصل الاجتماعي. أوركسترا معهد صلح الوادي اللي هي تابعة لمديرية المعهد الموسيقية ومدرسة الباليه ومعهد صلح الوادي كمان لها تجربة بهذا الخصوص إنه كمان قدموا قطعة وكل واحد عزف يعني من بيته. أكيد كورال جاردينيا كمان كورال جاردينيا جوقت أكيد قوس قزح مع الأستاذ حسام ريمو. وحتى في يعني كلياتنا أكيد حضرنا يمكن أفلام بالسينما في بيتك وانه على موضوع اللينكات لحتى نحضر الافلام. الكتب صار في نسخ الكترونيه كمان العالم قرتها عن طريق الانترنت. فهذا الشيء اكيد مشكوره كل هي الجهود انه كان في يعني رساله او هدف انه الثقافه تكون ببيت كل حدا خلال فتره الحجر. بالنسبه للحفله كمان كان فيها رساله شكر لكثير من اكيد المؤسسات اكيد الثقافيه اللي حكيت عنها. واكيد في قطاعات ثانيه كان لها جهود كثير كبيره بفتره الحظر من قوى الامن الداخلي للكادر الطبي وكل شيء يشتغل اكيد بالتصدي لانتشار فيروس كورونا. يعني مايسترو مثل ما حكيت رجعت الحياة ونبض الثقافة. خلينا نعرف هيك الإجراءات اللي رح تتم خلال هاي الأيام القادمة إن كان من عودة الدراسة إن كان من عودة الحفلات كيف رح يكون شكلها. هلا أنا في شغلة بكل الحفلات اللي عم تصير أكيد الإجراءات الوقائية عم تتم من تعقيم للمسرح للعازفين أثناء الدخول على الأوبرا. وهذا الشيء أكيد هاي الإجراءات رح تكون مستمرة بالحفلات اللي راح تقر اكيد بعد اسبوع تقريبا بدار الاوبرا بعد التعليم الصدر عن الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا بانه استقبال الجمهور بنسبه 30% من الطاقه الاستيعابيه للمسرح على امل ان شاء الله انه يعني تقريبا كرسي بكرسيين تقريبا ايه كان يعني لا مو تقريبا ايه كرسي يعني بكرسيين لا مشان تحقيق التباعد اكيد. بما يخص خلينا نقول احكي على جانب المعهد العالي للموسيقى كمان كان في جهود اكيد من اعضاء مجلس المعهد اكيد بوجه لهم كل التحيه وكل الشكر على الجهود اللي بذلوها بالفتره الماضيه لحتى لايصال اكيد المعلومات وعدم انقطاع الدروس خلال الفتره الماضيه بابتداع كمان وسائل جديده يمكن ما كنا متعودين عليها انه نعطي دروس عن طريق المحاضرات عن طريق السكايب او نبعث محاضرات عن طريق الواتساب او فانه مشان توصل المعلومات لكل الطلاب وما يحسوا حالهم انه يعني فقدوا شيء من المعلومات خلال الفتره الماضيه. عم نحكي على موضوع المعلومات النظريه. طبعا رجع الدوام للمعهد العالي للموسيقى ب 31/30/5 مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائيه بس الدراسة فقط للأداء العملي خليني أقول أنه كل طالب وأستاذه فقط. وموضوع المواد النظرية هي تم إعطائها خلال فترة الحجر بهذه الأساليب اللي حكيت عنها من شوي. وأكيد راح يقدموا الطلاب حلقات بحث ووظائفهم يعني بعد أسبوع تقريبا. فهذا كان الإجراءات اللي تم اتخاذها بالمعهد العالي للموسيقى. نعم
يعني اكيد نتمنى التوفيق لكل طلاب المعهد العالي للموسيقى. سلام. خلينا نحكي اليوم بهي الظروف الصعبه يلي نحن عم نعيشها، ما حدا غريبه عنا، قديش برايك اليوم عم تكون هي الحفلات او الموسيقى هي متنفس للموسيقيين؟ لانه الموسيقي اذا ما مارس هوايته ما وصل رسالته شيء ناقصه لكل الناس كمان، وخصوصا انه عم تحاولوا توصلوها عن طريق الانترنت يعني. هلا اكيد الموسيقى بالنسبه ل يعني لنا ولثقافتنا اكيد هي مرتبطه بتاريخنا من عشرات الاف السنين. اكيد في شواهد تاريخيه على الموضوع وما زالت. كنا بسنوات الحرب قبل انه نحن كان في عندنا رساله وكان في عندنا هدف انه الموسيقى ما هي حاله فقط للرفاهيه، هي ضروره لانه في لها تاثير اكيد نفسي، تاثير انساني على على على, على, على الشخص. وهذا الشيء اللي نحن يعني اكيد مستمرين فيه لحتى نقدم اكيد موسيقى للناس. وبالفعل مثل ما صدرتي وحكيتي انه هي مو بس فقط يعني متنفس، انه الناس وقت عم تيجي تحضر حفله موسيقيه اكيد التاثير جدا كبير، جدا نفسي وجداني بيعطيك طاقه على 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 الاستمرار، طاقه هيك طاقه ايجابيه جدا جدا مهمه. فمشان هيك على طول بنأكد على، واكيد الجمهور اللي عم يحضر عم يعني امن بهي الفكره انه الموسيقى بالفعل بظل الظروف الصعبه خليني اقول هي جد حاجه. نعم مايسترو، يعني خلال هي الفترة الماضية مثل ما حكينا في كتير تجارب قمتوا فيها، وفي خليني أقول صار في خطوات من عملكم هي أونلاين. نعم. اليوم شوي عم ترجع الحياة شوي تدريجيا، ولكن احنا حتى الآن ما بنعرف لأنت رح يستمر معنا هذا الفيروس، كيف رح يتطور أزمته ورح ترجع تظهر بشكل مفاجئ. في شغلات صارت هي مثل تفاصيل حياتنا اليومية شئنا أم أبينا، يعني ان التباعد المكاني، الوقايه، وسائل الوقايه قدر المستطاع، الاشخاص اللي بيقدروا يستخدموا وسائل بالشوارع. فنفس الشيء بالنسبه لكم اليوم، هل رح يدخل هذا النمط ضمن خليني اقول عملكم بشكل ممكن يصير بقى في خطه انه اليوم نحن عندنا خطه شيء للجمهور والحفاظ على الجمهور والتواصل المباشر معه، ولكن التواصل خليني اقول السوشيال ميديا رح يكون في شيء خطه تستفيدوا منها؟ تماما. هلا خليني احكي على التجارب اللي صارت بالفتره الماضيه. اكيد يعني هذا الموضوع هذا خبره جديده مكتسبه تماما بالتعاطي مع الموسيقي قبل كورونا. أكيد غير الموسيقي أكيد بعد كورونا. التعاطي انه كيف يسجل من بيته، وكيف يبعث التسجيل، وكيف بعدين يصير موضوع المكساج والمونتاج وكذا حتى نقدم عمل للناس، فهي خبره جديده ومكتسبه. او بما يخص موضوع الدروس النظري او خلينا نقول المواد الموسيقيه العمليه، كمان اكيد اساتذتنا اكتسبوا خبره جديده بانه ممكن انه بحال يعني في حال اضطرينا اكيد او نحن نحسن نوصل المعلومات للطلاب، ما يكون مثلا فقدوا شيء من 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 من, من معلوماتهم. وهذا كمان خلانا اكيد نكتسب خبره جديده بالنسبه لنا كاساتذه، وبالنسبه حتى للطلاب كمتلقين لهي المعلومات. فاكيد يعني مثل ما يعني في خبرات جديده اكتسبناها بهذا الموضوع، بتمنى اكيد انه هي ما تطول، بس بوقت انه عم نحتاج اكيد شيء. ففي هيك فكر يعني خلاق على طول انه هو يبتدع قصص جديده وافكار جديده لحتى نقدم فيها موسيقى. اكيد مشكوره الهيئه العامه لرأس الثقافه والفنون انه تتسجل هي الحفلات، انه النسبه هي 30%، فانه مشان يكون في اكيد نسبه اكبر انه تحضر هي الحفلات، فهي تم تسجيلها اكيد. وبس انا سالتك لانه بعرفك بتكتشف المواهب كل فتره، دائما بتطلع لنا صوت جديد، بتطلع لنا حاله جديده، حتى احيانا في منهم شباب ما بيكونوا من خريجين معهد، ولكن يعني انت ادخلت خليني اقول للساحه السوريه اصوات جديده، فكنت عم بتابعهم على السوشيال ميديا، عم بتشوف مين ممكن يتم الاستفاده منه. في جروبات كثير انعملت موسيقى الحجر الصحي وغيره وغيره، تفجرت المواهب يعني. اكيد في شيء، في يعني ما بدنا نقول مثلا كل شيء كان منيح لتقدم او يعني اللي انطلع، بس في شغلات كانت بالفعل يعني لفتتي نظري،
واكيد راح يكون في لها يعني دور معنا ان شاء الله بالايام اللي جايه، احد الايجابيات كمان ان شاء الله. يعني بالوقت المتبقي خلينا نحكي عن النشاطات يلي راح تكون. هلا ذكرت افكار خلاقه خلال الحجر الصحي، شو مخططين من هون لشهرين ثلاثه لقدام؟ بين خاصة الفرقة الوطنية السورية الموسيقى العربية، كنت قلت من شوي انه نحن كنا ببروفا جينرال لحفل هو تحية للموسيقار السوري الراحل عبد الفتاح سكر، وهو بالفعل بضم اكيد مواهب جديدة بالغناء، هن من طلبة المعهد العالي للموسيقى قسم الغناء الشرقي، فهذا الحفل رح نرجع اكيد نقدمه. وكان في حفل كمان المغنية ليندا بيطار كمان تم الغائه من ضمن هي الفترة، فرح نرجع كمان نقدمه إن شاء الله. نعم، يعني دائما في هيك مساحة خاصة للفن، ما بنقدر تغيب عن حياتنا مهما كانت. اليوم مثله مثل الشرب مثل الأكل، هي سماع الموسيقى وإلى نفس التأثير، مثل ما الأكل هيك بيحفز بيخلي الواحد سعيد، كمان الموسيقى بتخلي الواحد سعيد. أكيد هو يعني حكيت إنه في شيء في بيعطي أكيد طاقة إيجابية للناس، هذا الحكي يمكن يعني نحن بنلمسه من الجمهور انه وينكم انه طاقه روحنا وبنرجع على الحفل. السوشيال ميديا كله كان عم بيطالب كمان تماما هي القصه، وعم بحكي على فترات قبل، بالفعل هي كانت يعني حاجه للناس لحتى هيك ترمم روحها من جوا، لحتى تعطيها بالفعل طاقه ايجابيه، وهذا هو بالنهايه تاثير يعني تاثير الموسيقى. يعني الموسيقى اذا ما حملت هذا التاثير الانساني خليني اقول، وكانت بس عبارة عن ضجيج، فبتكون أكيد مشكلة. الحمد لله ما نقدمه أكيد عن يكون له تأثير إن شاء الله. يا رمي مايسترو، أكيد بنتمنى لكم التوفيق بكل الخطوات القادمة. مثل ما ذكرنا نرجع نأكد على الفكرة، هي عن جد الموسيقى ما أنا رفاهية، هي كانت سلاح خلال طبعاً. السنوات الماضية كنا تتذكر سلمى لما كانت في قذائف، كانت بعض الناس عم تروح وتحضر موسيقى، ما كانت تلغى الحفلات نهائيا، يعني كانت هي دليل إرادي إرادة الحياة. أكيد هو ما يعني أكيد إرادة هذا الأساس، إنه الرسالة إنه نحن ثقافتنا أكيد ثقافة حياة، حتى على الجانب الثاني اللي على طول بأكد عليه، إنه خلال الفترات الماضية كانت الموسيقى حاجة، حتى حاجة تربوية. صحيح. أكيد كثير من الأساتذة الموسيقيين اللي أكيد لهم كل الشكر بالفترات الماضية كانوا مأمنين فيها كحاجة تربوية وكحاجة مؤثرة على الأطفال، وتابعوا تدريسهم بدون انقطاع لحتى يعلموا الموسيقى وينشروا الموسيقى، وحتى بما يخص المعهد العالي للموسيقى كمؤسسة أكاديمية كمان الأساتذة استمروا بتخريج طلاب لرفض أكيد المشاريع الموسيقية الوطنية، سواء كان فرقة السيمفوني أو الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية أو حتى المشاريع الموسيقية اللي عم تصير على دار الأسد، بعازفين يكونوا بالفعل مميزين ويحسنوا يقدموا شيء مميز. أكيد، يعني كمان بدنا نقول في كمان بسوريا موسيقيين حملوا مشروع فني ثقافي سوري، كان حضرتك أو إن كان المايسترو ميساك خلال سنوات الحرب كنتوا، وحتى يعني كمان المايسترو حسام الدين بريمو، كان لكم مشروع ثقافي له هوية سورية مميزة. بدنا نشكر وجودك معنا، نقول لكم الله يقويكم، ونحن دائما جاهزين لنسمع كل الفن والموسيقى والطرب. شكرا لك. شكرا لك مايسترو، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.